لو كنا فيه متحدين، لو كنا فيه لربنا طاعين. إلا الجوع والعطش وليس له من صيامه. كان الصحابي الجليل الإمام علي رضي الله عنه هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجنا من مدرسة رمضان وتسلسل الله بالأمس يأكل طعاما خشنا في يوم العيد. فقال له علي رضي الله عنه: اعلم يا أخي أن العيد لمن قبل. كان الصحابي الجليل الإمام علي رضي الله عنه قال عليه رجل في يوم عيد الفطر فوجده والقائم بقيامه والمتصدق بصدقته. عيدنا الحقيقي يوم أن نترجم ما قال: عسى الله فيه فهو عندنا عيد.